يا الله. تتذكرون لما مثل هذا المنظر نفس هذا المكان سبحان الله ودعيت للطيارة، دعيت انه يا ربي انا اعرف راح تعوضني، وما اتذكر ايش دعيت بالضبط، لكن سبحان الله الله عوضني. هالمرة راح اقول ومثل ما قلت لكم برمضان كله راح ادعي ان شاء الله ربي يوفقني باليوتيوب وبالدراسة، والدراسة اهم، وهاي ان شاء الله يا رب يوفقني باليوتيوب ويا رب يوفقني بدراستي، يا رب احفظني من كل عين حاقد وحاسد ويسر لي امري كله. شوفوا الغيوم ده تتحرك سريع، ما شاء الله لا قوة الا بالله. الدعاء بالمطر كلش احب الدعاء بالمطر، يعني شيء حلو. شوي نسوي سبايكي، ويا رب كل متابع يتابعني حبا فيني ويعني دائما يتمنى لي الخير ان شاء الله يعني يصير له كل الخير. كل شخص يتمنى لي الخير وكل شخص يحبني من صدق من طيب يعني من قلبه ان شاء الله ربي يرزقه من حيث لا يحتسب ويسر له اموره كلها يا رب. شيء جميل. يلا خلنا نرجع. الحمد لله خلصت دراسه تقريبا نص ساعه هيك ساعه ما اعرف ايش قد. اهم شيء انه هسه انا الاشياء اللي درستها سابقه للاستاذ، بحيث لما راح يجي الاستاذ اللي ما يعرف يشرح كلش والسيء كلش بالشرح واسوأ استاذ شفته ودرسني بحياتي كلها، لما راح يدرسني على الاقل يعني افتهم وياه لانه اكون هذا الشيء يعني دارسه قبله. وهسه انا راح اشوف درجه الامتحان مالتي مال رياضيات، هذا الامتحان قبل تقريبا 4 ايام 5 ايام، زين راح اشوف ايش قد جايب. والله انا ما شايف ايش قد درجتي ولا اعرف ايش قد، وان شاء الله اتمنى بس اكون ناجح او فوق النجاح. وقتها طبعا تتذكرون اسبوع او اسبوعين هو وراها يلا صار الامتحان، واسبوع اسبوعين كله دراسة ومواد، وهاي سبحان الله يعني ما اكذب عليكم ما درست بهاي الاسبوع او اسبوعين كلها ابد، ما درست ولا فتحت الكتاب غير يمكن بس اربع ساعات اللي هي كانت قبل الامتحان. فهسه راح نشوف ايش قد درجتي وان شاء الله يا رب اكون ناجح واكثر من ناجح يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يلا خلينا نشوف الدرجة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم وندعيت. أول شيء نضغط على ماث الجبرة، عندي هنا هاي مال فيدرال جوفرمنت وكوليج الجبرة، كوليج الجبرة اللي هي الرياضيات، ندوس عليها. بعدين ندوس على ماي جريدز، ماي جريدز هنا يعني درجاتي. يس الحمد لله الحمد لله، أنا جايب 86، جايب 86 من 100 بالامتحان الأول اللي هو امتحنته قبل فترة، جايب 86 من 100، يعني درجة كلش زينة الحمد لله. هو درجة الرسوب قلت لكم 69، أنا جايب 85، وتخيلوا أنا ما دارس كل شيء، وأنا قايل لكم قبل إنه أنا بالإمارات قلت لكم روح أزور على الانستغرام ماتي، حاط صورة مرة أنا كتبت شلون حياتي بالإمارات، كنت كل شيء ما أدرس ودائما أجيب بالتسعينات وهيك سبحان الله. فهذا الامتحان هم أنا ما درست كل شيء مع إنه كان هم أنا صعب كلش، هذه تستحق سجدة، تستحق سجدة. ما أحب أصور وأنا أسجد بس يعني كلش فرحان يا رب لك الحمد. وشوف ونكمل الفلوج وإن شاء الله، هو أنا لما أكون فرحان تكون الفلوجات حلوة بإذن الله، فدائما خلوني فرحان بالتعليقات وإن شاء الله يا ربي أكون دائما فرحان. طبعا هذا ما يعني إنه أنا نجحت بالامتحانات أو نجحت بالكورسات أو الكلاسات. يا حبيبي اللي قدامي بعد امتحانات أصعب بهواية، وقدامي شغل وقدامي دراسة وقدامي دوخة راس، لكن يعني ما دا صدق الحمد لله حدث انه انا ناجح بهذا الامتحان الحمد لله، يعني شيء كلش يسعدني. ويعني القدامي بعد لازم واحد مو بس انه يشوف نفسه هي جبت درجه زينه باول امتحان خلص الباقي سهل، وهاي لا، لازم الواحد يستمر على نجاحه ولازم يستمر على دراسته ويستمر في التفوق ونحو القمه باذن الله ونحو الافضل باذن الله تعالى. ثاني دا ودي اكل ببيت اختي، هاي اجواء المطر، شوف السماء. طبعا هسه لي حد اسمه ما قررت يا مسجد راح اروح، اكو واحد اسمه دار السلام ما رايح له قبل، واكو واحد اسمه ايرفينج. وقبل ما اروح عندي تقريبا نص ساعه دا اتفرج اثنين خالد لمعلوماتكم انا احبه وانسان محترم وانسان راقي ودائما اتابعه، وهذا واحد من فلوقاته القديمه. طبعا اثنين خالد للاسف يعني خلي اعطيكم في شيء، شوفوا يعني على متعرفون عن الحسد، انا هذا همين الشيء صار لي، بس الحمد لله لانه دائما اذكر الله ودائما ادعي انه الله يحفظني ويحفظ لي هواي اشياء. يلا يا دوب ها يعني صارت لي بس شغلة الطيارة بس كم شغلة. ثنيان خالد يعني إذا تقدرون تشوفون خلال فلوقاته سبحان الله، وهذا دليل على أنه الإنسان والحسد أنه شيء موجود وشيء طبيعي، والحسد موجود بكل مكان، وأنه ثنيان خالد من أكثر الأشخاص اللي يعني شفته حسد. يعني إذا تتذكرون بفلوقاته مرة الجوبرو ما تشتغل، مرة آخر مرة الكاميرا مالته هاي الجي 7 اكس كانون خربت، اللابتوب الشاشة مالته مرة انكسرت باخر فلوج ما ادري اخر فلوجين عنده، هواية مصايب صارت قامت تصير عنده وتصير عنده مصايب قامت
كل فترة تجي له مخالفات، كل فترة يعني ده تصير له مصائب خطيرة، فالله يحفظه إن شاء الله. ويعني يعني هاي بس إنه دا أحكي لكم، يعني سويت أنا هذا الفيديو دا أصور لكم وأني دا أشوف اثنين، بس دا أقول لكم على مود الحسد، موضوع الحسد إنه الحسد موجود وإنه الحسد شيء طبيعي، وإنه يعني بس الله الحافظ. فإن شاء الله ربي يحفظني دائما من الحسد، ويحفظ كل إنسان طيب وكل إنسان يحبني من قلبه وإنسان يتابعني وهاي من الحسد. إن شاء الله ربنا يحفظنا أجمعين، وإن شاء الله مستمرين. فخلصنا هسه موضوع الحسد، حكيت لكم على الحسد ونطيتكم مثال بسيط واثنين خالد، ويلا نروح للمسجد. 1 2 3 وهاي ناخذ احتياطات مال البارحة، الحلويات. أخاف ماكو حلويات بهذا المسجد اللي يمكن أول مرة راح أصلي بيه. تشوف على مود إذا ماكو حلويات يكون عندي احتياط. وصلنا يا أصدقائي والدنيا تتمطر، وهذا المسجد أول مرة أكون به، وثاني مرة أقصد ثاني مرة إلي به. مرة صلينا به كنا بالطريق رايحين في مكان، مكان الوضوء عبالك تقولون غرفة 5 stars. هذا هو الأكل اللي وزعوه، سلطة، فخذ دجاج، تمن، وبامية. اللي ما يعرف البامية، أنا أحب البامية كلش، شيء مفيد وحلو. هسه راح أروح أدخل جوه على مود أكل، لأنه أنا طلعت برا كل على مود أصور لكم الأكل، لأنه أستحي أصور جوه هناك والناس يباعون هذا شبيده يصور الأكل، لأنه لازم تدرون يعني الفلوج مالتي أريد أصور لكم كل شيء بيه. وهسه وقت الحلويات، هاي بسبوسة، بسبوسة إحنا نسميها بالعراق. خوش شاي هذا. همينا سووا لنا قطايف، قطايف تعرفون شنو القطايف صح؟ بس مو ما بيها قشطة من جوا، قشطة أو جيمر. المهم من جوا بيها يعني مكسرات، وهاي كانت طيبة. والحلو إنه مسويها توهم يعني حارة، وهم عندهم مطبخ، عندهم مطبخ جوا بالمسجد، فشي حلو. هذه راوند 2 الشاي الثاني. وبالمناسبة معلومة على السريع، هالقد ما السوريين الله يحفظهم والله ينصرهم على من عاداهم، هالقد ما تطشروا بكل الدول، تخيلوا حتى انهم صاروا موجودين هنا بتكساس. يعني اكو ناس هواي بتكساس بعاصمة دالاس سوريين مهجرين، ويحتاجون احد يعني يساعدهم، احد يعطيهم فلوس، احد يعني يحويهم، احد حتى يعطيهم اكل على الاقل. فان شاء الله اذا لقينا احد من ذول الناس ان شاء الله ندعمهم. انا بنفسي ان شاء الله والله اعطيهم من فلوسي وجوع عيني اخليهم، السوريين والفلسطينيين، بس خاصة السوريين يعني هالايام يعني مثل يعني ما اعرف شو اقول لكم، يعني حالتهم يعني ذول اخوانك يعني ما اعرف شلون اعبر لكم، يعني بس الله ينصرهم ان شاء الله على من عاداهم، والله يحفظهم ان شاء الله ويمكنهم وينصرهم ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، وييسر لهم امورهم كلهم يا رب. Brother, I have listened that there is a lot of refugees Syrian that they came here to Dallas and they are in need of money and food and stuff, is that right? There is a lot of Syrian people. Yeah. So where are they? How can I help them all? Like, where can I find them? All the Syria, talk to now in guarantee, everything is coming. Ya Allah, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. طبعا امي تعرف انه انا احب الشاي حليب، فتعرف انه هناك ما عندنا حليب، فجابت لي حليب امي الحنونه. الله يحفظ لك يا الله يحفظ لي ياك يمه، الله يحفظك حبيبتي امي، اعطتني الشاي حليب، اقصد الحليب بس حليب، وانا احطه ويا الشاي واشرب شاي حليب، لانه تعرف احب الشاي حليب. احس عمليه تهريب مخدرات شيء ما ادري شلون، يعني رحت وشو وبهيجي يكون الشاي حليب خلص. What's your name? زنيت. زيد. زيد اسمه زيد ما شاء الله. Your name is زيد ما شاء الله. زيد what? What? How old are you? He's two. Ma sha Allah, he's just two and he can talk and he can and he you can run also. You can run. Run in front of me here, little bit. Run, go, run. Run for me, just for me.
ما شاء الله ما شاء الله. يطلع طلع يركض الشقة. Can you say subscribe to عمر زكي channel? Say subscribe to عمر زكي channel. You will be famous. You will be on TV. Say subscribe to عمر زكي channel. يلا let's go. You can talk. Say subscribe. Subscribe. Okay, just say subscribe. هيئة الشان. هو أنا شلون تذكرت السوريين سبحان الله، لأنه شفت سوريين بالمسجد فبراها طلع هو إمام المسجد سوري، وأكو ناس يعني قرايبة وهاي يصلون وياه، فهسه راح أروح أسأل الشيخ وين ألقي سوريين يحتاجون فلوس أو هاي، لأنه صدق إذا لقيت أنا مستعد أعطيهم فلوسي كلها، ما أريد أحلف يعني وأكذب عليكم هاي، بس أنا مستعد، فخلينا نروح نسأل الشيخ ونشوف وين ألقي سوريين محتاجين. أشهد أن محمد ما اقدر تحكيها على شهوة سوريا، بس راح اسوي لك شاي حليب، اقصد شاي، نروح للبيت. شي حلو اكو نعناع، هم زين اكو نعناع. هسه الشاي يصير عطيب، احب النعناع ويا الشاي. ايام الامارات ومطعم صمد العراقي وكباب اربيل ومزقوف العراقي. كالعادة أخذ وياي احتياط وبالآخر لا أكله ولا شيء وأرجع للبيت وياي. ولهنا أنا كانت هذه نهاية فلوق اليوم، إن شاء الله تونستوا، ويمكن هاي راح أكمل بيه فلوق ثاني، وجزء هذا القسم يكون نصه بفلوق، ويعني هيك هي هاي فلوقات رمضان. قلت لكم أنا قبل وشرحت لكم على فلوقات رمضان، ما يحتاج أشرح لكم مرة له. الشيخ كان دا يشرح، هو دائما برمضان دائما بين التراويح اربع ركع، وبين الاربع ركع والاربع ركع يطون مثل الخطبه، فكان دا يحكي على هذا القتل 50 واحد، وشلون اكو قبلهم من هذول الاثنين قتلوا هذا الرجال ومرته باكستانيين بكاليفورنيا اشتهروا، وهم اكيد شفتوها الاخبار من زمان قديما، هم قتلوا ناس وما ادري ايش قد ومن هالحكي. فدا يقول لنا كاختصار ديروا بالكم، وقال لنا اصلا انه هاي الشغلات كلها هاي الناس دا يسووها ضد الاسلام، ومنو قال اساسا انه هم ذولا قتلوا الناس؟ اكو تصوير اكو دليل، احتمال اكو يعني الف احتمال، مو بس انه هم صدق اكو الناس يعني صحيح دا يقتلون، ويعني عقلهم مثل عقل داعش، تفكيرهم مثل تفكير داعش، الا انه اكو هواي ناس احتمال يعني مو هم اللي قتلوا، بس هم قتلوه، هو هذا كان مسلم هناك فقالوا هو هذا قتلهم، وهو هذا يعني حطوا كل شغلات الجريمة على رأسه، يعني دا تفهمون شلون. وهم اصلا كارهين لانه الاسلام دا ينتشر هنا بامريكا بشكل كلش قوي، وكل الفترة وكل مرة دائما اشوف ناس منتقلين للاسلام ما شاء الله بالمساجد، دائما اشوف ناس مسلمين صايرين مسلمين، والاسلام كلش قوي هنا بامريكا، ودا يقوى يعني مو كلش قوي، لا دا يقوى دا يصير اقوى، فلذلك هم كارهين، وخاصة فرنسا، عندكم فرنسا يمكن بعد سبولها بنا 30 سنة والله العظيم، يمكن ما أرد أحلف أنا كل مرة أحلف يمكن تصير نصها مسلمين، أقل شيء أقل شيء نصها. فلهنا أنا هذه كانت نهاية الفلوق، وما عندي سؤال ولا عندي حكمة، إن شاء الله يعني حكمة هي يعني إنه مثل المعلومة، إن شاء الله تعلمتوا أي شيء من هذا الفلوق.